حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة اليوم من برنامج هديتك في إيدك، واليوم بتكون الحلقة السادسة إن شاء الله، وطبعا بنكون على مدار شهر رمضان والساعة 10 لمدة 45 دقيقة. أصدقائنا مشاهدينا وجمهورنا الكريم، طبعا حلقتنا بتكون عبارة عن ثلاث فقرات، الفقرة الأولى أسئلة عامة، الفقرة الثانية بتكون فقرة اللي كلها حماس اللي هي برعاية أكاديميك أثلتك الرياضية، وبيكون متواجد فيها الكابتن إسماعيل كمال، والفقرة الثالثة بتكون الفقرة التراثية، طبعا أسئلة وايد سهلة لكن تخص التراث، وبيكون عندنا جوائز وايد حلوة مقدمة من لميريديان، مجموعة شركات نزيه، كينج وفيتينج وغلامروس للجمال، بطاقة واو، مركز طوبة، آيسلاند، فلاح للنظارات، سرنجي، مجوهرات منشي، ودار لما للتجميل. والحين جمهورنا مستعدين؟ نبدأ أول سؤال مع الأسئلة العامة. والسؤال الأول يقول: عضلة تشبه في شكلها شكل القبة، وهو موجود في المنطقة الواقعة تحت قفص الصدري وبين التجويف البطني أي بين المعدة، حيث ويفضل منطقة الصدر يفصل منطقة الصدر عن البطن، وله ثلاث فتحات يساعد في عملية التنفس، وذلك بتوسيع منطقة الصدر ثم تقليصها. والسؤال يقول: ما هو اسم العضلة التي تقع تحت قفص الصدر وتساعد في عملية التنفس عند الإنسان؟ أعيد عليكم المعلومة؟ أعيد السؤال: ما هو اسم العضلة الذي تقع تحت القفص الصدري وتساعد في عملية التنفس عند الإنسان؟ أحد دكتور موجود؟ منو؟ ها؟ منو عارف الإجابة؟ حيات. هلا، اسمك؟ حبيبة. حبيبة من وين؟ مصر. من مصر عارف الإجابة؟ نعم. قولي إجابة الحاجة. إنزين، منو سعد؟ ماما. وين ماما؟ تحية لماما. وفعلا الإجابة الصحيحة هي الحجاب الحاجز. وهدية حبيبة بتكون فاوتشر بقيمة 300 درهم مقدم من اللولو مول من محل بلا للإكسسوارات. واو. Thank you. والحين السؤال الثاني يقول، السؤال الثاني سهل، السؤال الثاني هو: خط وهمي يلتف حول كوكب الأرض أفقيا في منتصف المسافة بين القطبين ويقسم الأرض إلى قسمين، هما نصف الكرة الأرضي الشمالي ونصف الكرة الأرضي الجنوبي، ويعتبر هذا الخط بمثابة مرجع لمعرفة أغلب المناخات في العالم. والسؤال يقول: ماذا يسمى الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين؟ وين أكثر شيء حماس بختارهم؟ شو هالحماس اليوم؟ شو هالحماس؟ أوه، بختار أحد ما شارك. كل أحد بيشارك. أنتوا مع بعض؟ زين، تعالي لابس أحمر. اللي وراك في الأحمر. حياكم، ليش تصحين؟ تعالي. اسمك؟ فرح. من وين؟ زين، قولي لي، والاسم البنوتة الحلوة؟ اسمك؟ لينا. ماما داش تطلع عليه. ليش يا ماما؟ خلاص لينا طلعت على الهواء، ولينا اليوم إن شاء الله بتقول الإجابة. قولي لنا يا لينا، ماذا يسمى الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين؟ خط الأسواق.
خط الاستواء. خط الاستواء، والف مبروك للينا، فازت معانا بجائزه. وشو هي هالجائزه؟ الله، جائزه ثمينه، جائزه اللي بتكون ان شاء الله من فوق الالف درهم، وهي عباره عن بطاقه واو، وبداخل البوكس كوبونات. مبروك. والحين مستعدين للسؤال الثالث؟ يلا. Miami, New York, London, be bumping. Tokyo, team, pizza, be jumping. السؤال الثالث يقول: وكالة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945، هدفها الرئيسي هو المساهمة بنشر السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين الدول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة، لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية. والسؤال يقول: ما هو اسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؟ وجوه جديدة، نبغى وجوه جديدة، ونبغى وجوه جديدة. منو ما شارك معانا؟ منو ما شارك معانا؟ شاركتوا قبل؟ أول مرة؟ أنتوا مع بعض؟ تفضلوا، حياكم. اسمك؟ سارة. سارة من الأردن. سارة من الأردن. كرم من الأردن. عبد الرحمن من الأردن. وتحية لشعب الأردن. قولوا لنا يا حلوين، عرفت الإجابة؟ نيسكا. نيسكا. نيوسكا والإجابة الصحيحة. وشكرا لكم، وفزتوا معانا بجائزة حلوة، ألف مبروك من طوبة للهدايا. شكرا لكم ومع السلامة، حياكم الله. والسؤال الرابع، لحظة، يقول: عالم رياضيات وفلك يعتبر من أوائل علماء الرياضيات المسلمين، ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره، وهو مؤسس علم الجبر في القرن 12. كتب عن الفلك وله أسلوب منهجي في حل المعادلات الخطية والتربية. والسؤال يقول: ما هو عالم الرياضيات والفلك ومؤسس علم الجبر؟ يلا أحد يدرس رياضيات، يلا وجوه جديد، أحد من هناك؟ أول مرة؟ ها؟ والحماس، والحماس، نبغى حماس. أيوة، نختار. مين أول مرة؟ أنت مش أول مرة، حياك الأحمر، تفضل. الكل بيشارك، الكل بيكون عنده فرصة إن شاء الله. اسمه؟ أمجد بالبيسي. أمجد بالبيسي. أمجد من مصر، تحية لمصر. آه سوري، تحية للأردن، من الأردن اليوم جمهورنا من الأردن. واسمك؟ عبد الله. يلا اسمك؟ عبادة. عبادة، يلا قولوا لي عرفت الإجابة؟ جابر بن حيان. بعيد عليك السؤال، من هو عالم الرياضيات والفلك ومؤسس علم الجبر؟ جابر حيان. جمهور؟ جابر. أعيد عليكم السؤال، جمهورنا حاولوها. أوكي، بعيد، آخر فرصة بعطيكم. أوكي، من هو عالم الرياضيات والفلك ومؤسس علم الجبر؟ وناخذ آخر محاولة للأب. الخوارزمي. الخوارزمي. الخوارزمي، والإجابة صحيحة، مبروك. معان الله، رحلة صيد من فوق، من فوق، من فوتش تاون، فوتش تاون بقيمة 600 درهم، ألف مبروك، استأنسوا في الصيد.
يعطيكم العافية، حياكم الله. والسؤال الخامس والسؤال الأخير لفقرتنا اليوم، مستعدين؟ انزين، أول شيء قولوا لي هديتك. هديتك إيدك. وخلينا نستعد. والسؤال الخامس يقول: كلمة تعني مجموعة من أمواج المدمرة من المياه وتنشأ المدمرة من المياه وتنشأ هذه الأمواج من الزلازل الأرضية والمائية ومن بعض الانفجارات البركانية وانفجارات تحت سطح الماء ومن ارتطام المذنبات وانفجارات الأسلحة النووية في البحار وتكون نتيجتها مدمرة. والسؤال يقول: ماذا يطلق على الأمواج المدمرة الذي يكون سببها الانفجارات والزلازل الأرضية والمائية؟ نختار المرة نختار. أعيد عليكم السؤال وبختار. أعيد عليكم السؤال وأختار. ماذا يطلق على الأمواج المدمرة التي يكون سببها انفجارات وزلازل أرضية ومائية؟ منو متأكد من أول مرة؟ حياتي. تعالي حياتي. الله، اسمك؟ نور. نور من مصر. نور من مصر، قولي لنا يا نور، اي تحبين قناة الفجيرة؟ سمعتي السؤال؟ شو هواياتك؟ الركض. وين هوايات نور؟ الركض. شوف الكاميرا يا نور. يا نور، ماذا يطلق على الأمواج المدمرة التي يكون سببها انفجارات وزلازل أرضية ومائية؟ الأعاصير. الأعاصير، متأكدة؟ شو رأيك تروحي تسألي الوالد وتردين بسرعة؟ بعيد عليكم السؤال جمهور، سألي البابا وردي. ماذا يطلق على الأمواج المدمرة التي يكون سببها انفجارات وزلازل أرضية ومائية؟ بسرعة. 5 4 بسرعة. 3 2 تسونامي. تسونامي، وإجابتك صحيحة وألف مبروك، وناخذ جائزة. وجائزتك من لولو مول محل بينكيس ميلانو، ألف مبروك. شكرا لقناة الفجيرة. العفو منك يا حياتي، وحياة الله وحياكم الله وأصدقاء وجمهورنا الكرام ومشاهدينا. من روح بريك ومنرد لكم بالفقرة اللي كل أحد يترياها. تريونا. رجعنا لكم جمهورنا بالفقرة اللي كلنا نحبها ونترياها، وهي فقرة اللياقة البدنية برعاية أكاديميك أثلتيك الرياضية. وبيكون معانا متواجد الكابتن إسماعيل كمال. ويلا حماس، حيو جاهزين؟ جاهزين؟ يلا يا شباب، يلا يلا. اليوم شو اليوم؟ وين علي؟ علي وينه؟ علي 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 موهون؟ ماشي، نتمنى السلام إن شاء الله، بكرة بنشوفك علي. مريم جاهزين اليوم؟ جاهزين حماس. يا مريم، يلا جمهور جاهزين؟ نايمين هذول؟ نايمين. جاهزين؟ هديتك. ها شو رايك؟ يلا نص نص. نلعب ولا ما نلعب؟ نبدا باول لعبه. يلا مره اخر مره اخر الاولاد. ما بسمع. شو ما بسمع؟ طيب طيب، تعال تعال انت، تعال واحد، تعال انت، تعال انت، تعال تعال. لا ما حد يدخل، لا حد يدخل، وقفوا اعملوا دائره، اعملوا دائره. تعال انت 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 الجداد، انت انت تعال. الجداد 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 الجداد، الاولاد 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 الاولاد، انت انت اللي ورا اللي ورا اللي ورا اللي ورا اللي ورا. هذا صغير هذا، بدنا تعال انت، تعال تعال، بدنا الجداد، بدنا الجداد. تعال هون، تمام. واقفين دويرة صح؟ واقفين دويرة، كل واحد بيده ستيك صح؟ واحد اثنين
ثلاثة أربعة خمسة، ما في عندنا كمان واحد، خلص وقف هون بخليك شارك بعد شوي. الحمد لله. أربعة بعد، أربعة بعد، قرب 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 لهون. شو اللعبة؟ حنقول هوب، حتمسك العصاية من فوق، حتسيب العصا وتروح على العصا اللي جنبك، وانت حتروح لها قرب شوي لقدام، تمام؟ امسك العصا من فوق. الحمد لله يرحمكم الله، ضربنا المكيف اليوم. تمام تمام، ايدك اليسار على العصا، بنقول هوب، بتروح العصا اللي جنبك، تمام؟ نجرب نجرب نجرب، جاهزين؟ ما تسكر اصابعك، خلي اصابعك مفتوحه، هوب، سيب العصا بتاعتك، سيب العصا، يعني كون هون، سيب العصا وامسك هاي، اوكي؟ تمام؟ ايد اليسار، ايد اليسار، ايد اليسار، نقول كمان تجربه مره واحده، هوب، ايوه، هلا عند الجيم، هلا حنبدا اللعب، جاهزين؟ جاهزين؟ تعبانين ولا تعبانين؟ تعبانين اليوم، لازم يجي لعندكم يعني؟ يلا حنقول بسرعة، حنقول بسرعة، هوب، لا تمسك العصا بإيدك، سيب العصا، سيب العصا، ما تمسك بإيدك، اليسار، إيد اليسار، هوب، شكرا شكرا، أوت أوت، مستبعد، وين اللاعب هذا؟ تعال عنده، يلا دخلوا 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 هون، تمام؟ امسك العصا بايدك اليسار، ارجع شوي ورا 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 ورا، ما تقرب كثير، ما تقرب كثير، جاهزين؟ هوب هوب، ما تمسك العصا هيك، شكرا لك، ما تمسك العصا، ما تقلي هو، واقف هون، امسك العصا هون، جاهزين؟ هوب، شكرا، اثنين، واقف هون، خليك على الطرف هذاك، انت على الطرف هذا باليسار، امسك باليسار ورا العصا، جاهز؟ هوب، اسرع، هوب، لا حتى خسر، هوب، نمتع المسافة شوي، ما توقع العصا، هوب تفضل عنا، تعرف اسمه؟ كابتن، اللعبة مش سهلة. طبعا اللعبة مش سهلة. اسمك؟ عبد الرحمن من فلسطين. فلسطين، عبد الرحمن من فلسطين، وتحية كبيرة لفلسطين. عبد الرحمن شوف اسمعنا، ربحت معنا عبد الرحمن اشتراك لمدة شهر من أكاديمية الفنون الرياضية، شكرا لك، مبروك مبروك، حياك الله ومع السلامة، ويلا لعبة ثانية. بنات 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 بنات، واحد اثنين اثنين، هاي جديدة البنت، هاي تعي انت، واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة، يلا 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 حماس، ايوه امسكي بيدك اليسار، قربي شوي لهون، ماشي حنجرب، هاي ايدك اليمين امسكي بيدك اليسار، جاهزين؟ نجرب نجرب، هوب، صباح الخير، شو اسمك انت؟ سارة. اصحي شوي، ايه صايمة اليوم؟ ما صمتي؟ يلا حماس، جاهزين؟ سارة خلي عصاي قائمة على الأرض، تمام؟ نكون سريعين، هوب، هلا حيبدأ الجد، هلا صحية، حيخسر حيطلع برا، أوكي؟ حيخسر حيطلع برا، هوب، شكرا سارة، أربعة بعد أربعة بعد، هوب، شكرا، يلا ركز أكثر، امسكي بيسار، امسكي العصاي باليسار وخلي جسمك برا العصاي، أيوة، هوب، فايزة معنا، جسمك، سرعة سرعة سرعة،
شو اسمك انت؟ ماما ملومة. جنى. جنى من مصر. من مصر. حيو مصر أم الدنيا. ربحتي معنا أسبوع من أكاديمية الرياضية لكرة السلة، تمام؟ يلا يلا لعبوها الكبار شوي، الكبار شوي. لا 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 لا، الكبار الكبار كبار، بدنا كبار، بدنا كبار. تفضل أستاذ اللي ورا. إيه أنت تفضل، تفضل أستاذ، تفضل يا زول، تفضل تفضل تفضل. لا تزعل، بدنا واحد، بدنا واحد. شفت واحد أشقر هني؟ شفت واحد أشقر؟ تعال تعال. بعدين السلامات، بعدين السلامات. بدنا نلعب مع النواس. جاهزين؟ باليسار أول مرة تجربة. هوب. لا تعمل لها هيك العصاي. شايفك ها؟ شايفك شكله يربح هيك حاسس. نرد جد. هوب. أسرع. برافو. هذا اللي كنت فيه. الأسرار والتحدي. جاهزين؟ جاهزين؟ نفتح شوي، نفتح شوي، نفتح شوي. هوب. 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 نفتح شوي لنا، لا تسكروا، لا تسكروا. يلا يلا. هوب. أسرع. هوب. أنا عرفته، أنا عرفت، أنا عرفت من الأول. في حركات ذكية بالألعاب. كنت عم تحكم عقلك اليوم صح؟ تعرف على اسمك معنا مريومة؟ محمد من الأردن. مش خجلان محمد، علي صوتك. من الأردن، محمد من الأردن، تحية للأردن. حيو لا محمد. محمد ممكن نعرف شو الحركات الذكية اللي استخدمتها؟ والله فكرت اللعبة وفزت الحمد لله. لازم الواحد يرجع العصاية لورا. أوكي ألف مبروك. تربح معنا أسبوع لطفلك أو لطفلتك لألك من أكاديمية الأندية الرياضية. أسبوع رياضي مجاني. من لعبك إلك في الرياضة. عادي شو مشكلة. شكرا جزيلا لك. شو رأيك تختار بنات كفتة؟ في أنا لعبة جديدة، في أنا لعبة حلوة. بدنا ثلاث بنات كبار وثلاث أولاد كبار. ثلاث بنات كبار وثلاث أولاد كبار. بنات كبار، بدي بنات، بدي بنات جداد كبار كبار. انت تعال لابسي عباية صعبة علي. تعال. لا بالعرض، بالعرض من هون، من هون، من هون هنبدأ. تعال انت يا بطل. هلا بدأ ثلاث بنات كبار. مريومة ساعدينا. مريومة يلا بنات كبار. مين؟ ها لا ها بنت كبيرة. لا علق رجليك هون، علق وعلقهم وشك لهون، كل هون عمل هيك. اوكي بدنا ثلاث بنات كبار. مريم حتساعدينا ولا لا؟ بدنا اكبر من هيك. هون حط رجليك هون. يلا حط رجليك هون. ايوه ايوه ايوه. تعالي هون بس. خلاص اخذنا، اخذنا مريم ثلاث بنات. شكرا 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 شكرا. هاي اسمها لابس التعاون. ركز معي، لابس التعاون حبيبي. ركز معي، هاي اسمها لابس التعاون. يعني ما ممكن تربحي بدون ما تعاون مع زميلك او زميلتك. هتحرك يمين مع بعض ويسار مع بعض لحتى تصل لهونيك. هتلعبي معنا ولا هتطلعي لبرا؟ هتلعبي معنا. طب ركزي معي اوكي. هتحركوا يمين مع بعض ويسار مع بعض. جاهزين؟ ميوزك جو.
يلا شباب يلا شباب اسرع 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 طلعت رجلك ركب رجلك ركب رجلك بنات ممتازين ايه بنات ممتازين والله شاطرين بنات شاطرين البنات اجمل شاطرين حرك يسار البنات شاطرين تصدر البنات كمل كمل البنات البنات اشطر من الاولاد كمل كمل مرحبا يا شباب كيفكم ان شاء الله كويسين ان شاء الله يلا شو اسم خلص اليوم خلص يعني يلا نتمشى كيفكم شو اخباركم يعني يعني اشيلك 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 سبع البنوتات الحلوين دائما مريم دائما نحن نحكم العقل نحن نحكم العقل بالالعاب البنات شوفي مع صغار البنات اشطر بس في عندهم عائل صح تعالوا معنا يا بنات شكرا يا شباب مبروك يا بنات افا يا اولاد خسرتونا يا اولاد حياكم شو اسمكم انتم مع مريم اسمكم يلا اسمك حبيبه نو هانم نحن نحب الأشجار وأكلات الرياضية تشجيع مبروك لكم مبروك لكم تربحي معنا أسبوع أسبوع أكاديمية الرياضية وأنت بتربحي معنا من نزيه فاوتشر 150 درهم مبروك حياكم الله حياكم الله شكرا شكرا نتشكر الكابتن اسماعيل كمال ورح نطلع بريك ونرجع لكم مع الاسئله التراثيه تريونا مشاهدينا بالفقرة الأخيرة من فقراتنا وهي فقرة الأسئلة التراثية وحين مستعدين وخلونا نبدأ أول سؤال في الأسئلة التراثية السؤال الأول يقول حديقة من المنتجعات الأساسية في إمارة الفجيرة تقع في وادي قرب جبال هاجر خاجر منطقة الفجيرة وتحوي مياه معدنية للاستشفاء من الأمراض الروماتيوم والبرد وفيها بركة خاصة للنساء وأخرى للرجال تقام في العطلات العامة على المسرح الحديقة مهرجانات لمختلف العروض الشعبية والفلكلورية والسؤال يقول ما اسم الحديقة الذي تقع في الفجيرة وتحتوي مياها معدنية هل هي عين الغمور عين المضب عين الحبب عين الغمور عين المضب عين حبحب حياك غلطان انا ولا علي السيابي حيو حياك الله حياك الله اسمك علي سليمان علي سليمان السيابي علي سليمان السيابي وتحية كبيرة لعلي السيابي لمنتخب الإمارات لأصحاب الهمم هو حاصل على عديد من الجوائز والميداليات الذهبية حيو أهلا وسهلا فيك وشكرا لك للمشاركة في برامج طيب السؤال يقول ما اسم الحديقة التي تقع في الفجيرة وتحوي مياها معدنية عين غمور عين مضب عين حبحب عين مضب عين مضب شو رايك وإجابتك صحيحة وفزت فيانا مبروك يا علي السيابي وجائزتك بتكون من كيج فتنس فاوتشر بقيمة 500 درهم مقدم من مركز كيج فتنس شكرا لك وش تحب تقول كلمة لقناة الفجيرة ولا بخصوص شهر رمضان شكرا على البرنامج الحلو وصراحة وايد ممتع وأشكر على الجمهور خلاص شكرا لك يا علي السيابي وحب يقول انا مبروك وبرنامجنا وايد ممتع وهاي الفاوتشر وشكرا لك وحياك الله مع السلامة تحية كبيرة له تحية كبيرة لعلي السيابي السؤال الثاني يقول هي احدى
إمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، تقع في شمال الدولة على ساحل الغربي لشواطئ الخليج العربي، ويعود تاريخها لأكثر من 7000 سنة. وقد دلت آثار على علاقتها بحضارة ما بين النهرين، وحضارة أم النار سميت قديما بأم القوتين نظرا لقوتها البحرية والبرية. والسؤال يقول: ما هي الإمارة التي كانت تسمى بأم القوين في دولة الإمارات؟ ما هي الإمارة التي كانت تسمى بأم القوتين في دولة الإمارات؟ هل هي إمارة أبوظبي، إمارة شارجة، إمارة أم القوين؟ هل هي إمارة أبوظبي، إمارة شارجة، إمارة أم القوين؟ ومنو ناخذ نبغى ويوه جديدة؟ وناخذ ويوه جديدة، ويوه جديدة. ناخذ تعالي حياتي، تعالي تعالي. حياة اسمك؟ فتحية. فتحية من وين؟ من المغرب. فتحية من المغرب، وتحية لأهل المغرب. فتحية شو فطرت اليوم؟ بيتزا. الله، انزين قولي لنا يا فتحية شو الإجابة؟ أم القوين. أم القوين، شو رأيكم؟ صح، فازت معانا بجائزة عبارة عن ساعة من مجوهرات منشي. ألف مبروك، شكرا لك وحياك الله، مع السلامة. والحين ناخذ السؤال الثالث. مهرجان يقام سنويا في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ولمدة شهر من أجل الترويج التسويقي والسياحي في الإمارات، إلى جانب مساهمته في ترسيخ المكانة المتفردة لدبي كوجهة تسوق رائدة على مستوى العالم، حيث العديد من الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها. والسؤال يقول: ما هو اسم المهرجان الذي يقام سنويا في إمارة دبي على مستوى العالم؟ هل هو مهرجان دبي للمأكولات، أم مهرجان دبي للتسوق، أم مهرجان صيف دبي؟ حياك، تعال تعال. وجوه جديدة، السؤال القادم إن شاء الله. تعال، حياكم الله. اسمك؟ محمد فيصل السماحي. محمد فيصل السماحي. واسمك؟ راشد فيصل السماحي. راشد فيصل السماحي، من وين؟ من الفجيرة. تحية لراشد ومحمد بالفجيرة. إنزين قولوا لنا، عرفتوا الإجابة؟ ما هو اسم المهرجان الذي يقام سنويا في إمارة دبي على مستوى العالم؟ هل هو مهرجان دبي للمأكولات، مهرجان دبي للتسوق، مهرجان صيف دبي؟ مهرجان دبي للتسوق. مهرجان دبي للتسوق. شو رأيكم؟ صح ولا غلط؟ وإجابتهم كانت مهرجان دبي للتسوق، وألف مبروك لمحمد وراشد، فازوا معانا. يا ترى شو فايزين؟ بطاقة دخول لشخصين إلى آيسلاند برأس الخيمة، مبروك. شكرا لقناة الجيرة، وأنا أحب برنامج هديتك فيه. شكرا لكم، حياكم الله، تفضلوا. والسؤال الرابع، جمهور. من الآثار التاريخية في مدينة أبوظبي، حيث بني هذا الحصن على قاعدة في بحر عام 1793، وذلك لرصد أي تحركات تؤدي السكان بسبب عمليات المد والجزر التي لعبت دورا كبيرا في فصل الجزيرة عن البر الرئيسي للإمارة. وكانت توجد بجوار هذا الحصن
قلعة صغيرة لحمايتها ولكن تهدمت. السؤال يقول: ما هو الحصن التاريخي المبني على القاعدة في البحر في إمارة أبوظبي؟ هل هو حصن جزر المقطع، حصن الفهيدي، حصن ليوا؟ ها في تحدي، لا تجاوبون من عندكم، وجوه جديدة. أعيد عليكم السؤال، بعيد السؤال: ما هو الحصن التاريخي المبني على قاعدة في البحر في إمارة أبوظبي؟ هل هو حصن جسر المقطع، حصن الفهيدي، حصن ليوا؟ ها منو؟ أشوف أحد رافع إيده منك، ها الجمهور، ها الصف، يلا تعال. انزين ساعدوني، كنترول في الاختيار، كنترول ساعدوني بالاختيار. اسمك؟ عمرو. عمرو من وين؟ من الأردن. من الأردن. انزين قلنا يا عمرو شو فاطر اليوم؟ ليوا. ها، ما هو الحصن التاريخي المبني على قاعدة في البحر في إمارة أبوظبي؟ حصن جسر المقطع، حصن الفهدي، حصن ليوا؟ اعتذر منه، ما عنده إجابة، روح اعتذر منه. تعالي 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 بسرعة 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 بسرعة. اسمك؟ سما. سما من وين؟ سوريا. قولي لنا إجابتك. أبوظبي. لا ما في أبوظبي، في عندك جسر، حصن جسر المقطع، حصن الفهيدي، حصن ليوا. حصن جسر المقطع، حصن الفهيدي، حصن ليوا. أول نعتذر منها ما تعرف الإجابة. آخر على السريع على السريع، آخر واحدة، تعالي بسرعة بسرعة على السريع على السريع، آخر فرصة. ما هو الحصن التاريخي المبني على قاعدة في البحر في إمارة أبوظبي؟ حصن جسر المقطع، حصن الفهيدي، حصن ليوا؟ حصن جسر المقطع. حصن جسر المقطع. ألف مبروك، شوف استي معانا فازت معانا من دار لما للتجميل فاوتشر بقيمة 200 درهم. ألف مبروك وشكرا لك. متابعينا جمهورنا ومشاهدينا، وصلنا إياكم إلى نهاية ختام حلقتنا لليوم. تريونا باتشر إن شاء الله في نفس الوقت مع هدايا جديدة وأسئلة جديدة وتحيات جديدة، ونقولكم مع السلامة.